أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، تحية طيبة. النهاردة هحل معاكم إكزام على يونت 1، طبعا فيرست تيرم بريب 3، لغة إنجليزية طبعا. وطبعا ده اللينك بتاع اليوتيوب اللي هتلاقي عليه شرح الفيديو ده اللي أنا بعمله دلوقتي، وهتلاقي عليه كمان فيديوهات تانية كتير. أنصحكم بالاشتراك في القناة عشان تتابعوا كل جديد بينزل عليها. طبعا هتبدأ هنا بإنك تكتب اسمك، تكتب اسمك أيا كان الاسم، طبعا ده اسم تمام، والسكول مثلا كذا بريب سكول. طبعا تكتب بياناتك صحيحة عشان لو احتجت تسأل على حاجة أو اتصلت معايا يبقى أنا عندي بيانات صحيحة ليك. بعد كده تدوس نيكست، بيجي عندك على طول الامتحان شكله كده. انت طبعا ممكن تاخد الامتحان ده، هتلاقي اللينك بتاعه موجود على في الواتساب وعلى السوشيال ميديا، ممكن تحله وتعرف درجتك. لكن انا هشرح بالتفصيل ليه الاجابه دي صحيحه وليه اخترنا ديت وليه ما اخترناش التانيه. فنبدا مع بعض على بركه الله. نمبر 1، you can buy a or an space to remember a place you visited. Equipment, sport, souvenir, message. طبعا السؤال ده بيختبر الكلمات بتاعتك. If you want to remember a place، انا بعمل كده ايه؟ بعمل احدد الايه؟ remember يعني يتذكر. هعمل هايلايت على الكلام و a place، remember a place يعني يتذكر مكان. ايه الهدية او ايه اللي بنعمله؟ what we buy to remember a place، ايه اللي بنشتريه عشان remember a place؟ equipment ولا سبورت ولا سيفونير ولا مسج؟ طبعا هي كلمة سيفونير. البدائل هي مستر equipment يعني جهاز، لا طبعا، ولا رياضة ولا رسالة، احنا بنشتري سيفونير يعني هدية تذكارية. ده بالنسبة للنقطة الأولى. Now move to number two. A space can be practiced on water when it is windy. Wind surfing, swimming, scuba diving, snorkeling. هنلاحظ ان دول كلهم ووتر سبورتس يعني رياضات مائية، بس بيقول لي هنا كان بي براكتست اون ووتر. اون الكي وورد اون دي، خد بالك من اون، تمام، خد بالك منين اون، يعني اون يعني على سطح المية. طيب السويمنج ممكن اون ووتر، والويند سيرفينج اون ووتر، سكوبا دايفينج وسنوركلينج الاثنين دول غوص، فتحت شوية فيمكن كده استبعدناهم. طيب في كلمة تانية اللي هي كلمة ويندي، يبقى كلمة اون خلتني اختار استبعد سكوبا دايفنج وسنوركلينج، وكلمة ويندي، ويندي يعني لما يكون في رياح، لما يكون الجو عاصف، يبقى طبعا على طول الانسب طبعا هي ويند سيرفينج او رياضة ركوب الامواج. طبعا مهم جدا ناخد بالنا ازاي نحل ونتعامل مع جملة تشوز، وازاي ندور على كلوز او كيز او كي ووردز which will help you. Now move to number three. A space is a market or a group of shops for selling souvenirs. هو ماركت. طب ايه الماركت ده؟ كيمستس ولا بازار ولا هوتيل ولا كامب؟ طبعا يعني هوتيل وكامب نطلع بره اللعبه شويه. كيمستس يعني صيدليه، بس ده بنشتري منها ميديسن مش سيفونيرز. اللي هو جروب اوف شوبس وماركت وسيفونيرز، كل الكي ووردز ديت بتخليني اروح مباشره and choose the word bazaar. A bazaar is a market or a group of shops for selling souvenirs. Now number four. The students usually stay in a youth hotel, hostel, office center. Students and قلنا عندنا two options when you travel. بالنسبة للتورسس كمان عندهم الهوتيل، هوتيل مكان ايه؟ فندق كبير طبعا، يبقى فخم بس اكسبنسيف. وعندي يوث هوستل اللي هو بيت الشباب، اوكي، فهو ده اسمه يوث هوستل. يعني ممكن يوث هوستل دي تمشي على بيت الشباب او مدينه جامعيه، اي مكان كده سكن للشباب، وميزته انه بيبقى تشيب، رخيص، cheaper than a hotel، ارخص منين؟ من الهوتيل. يبقى كلمه ستودنتس فورا طبعا، ويوث طبعا يبقى يوث هوستل مش يوث هوتيل، مفيش فندق خاص بالشباب كده. نمبر 2، نمبر 5 سوري، يو شود سبيس سنوركلينج ات اورجيدا.
You should space snorkeling. Buy snorkeling? We can't buy snorkeling. Try, make, take. What we choose here? Yes, good. The word try. Try المعنى المشهور ليها أنها بمعنى يحاول. لكن تيجي بمعنى يجرب. You should try snorkeling. يعني أنا بنصحك أنك تجرب السنوركلينج، رياضة السنوركلينج، الغطس دي فين؟ في الغردقة. Move to number 6. Everyone should follow their parents' advice, advice, device, device. الكلمات كلها شبه بعض. احنا عارفين قاعدة ان في مجموعة كلمات السي منها نون والاس فيرب زي device وadvice وadvice وdevice وdevice وكمان practice وpractice. هنا طبعا احنا لازم follow بنتبع ايه؟ advice. very good. يبقى device يعني يبتكر وdevice يعني جهاز، الاسم يبتكر والفعل، انا اسف، الاسم جهاز والفعل يبتكر، دول بره اللعبه. فضل ادفايس بالسي وبالاس، مين منهم الفعل؟ برافو عليك اللي بالاس. طب انا عايز الفعل ولا الاسم؟ فولو ذا بيرنتس ادفايس، في ابوستروفي اس هنا بتاع الملكيه دي، الابوستروفي ده مع فولو، خلينا نختار الاسم طبعا، فولو ذا بيرنتس ادفايس، نصائح الاباء. موف تو نمبر 7. Tourists like to space near the sea in Sinai. What tourists do to save near the sea? Camp, pour, spend. How spend? If we have time here, we could choose spend. But no, we don't have time here. Save? Need something. Save what? Camp. Yeah, that's nice. Camp فعل كده لازم، مش محتاج مفعول. يعني أذكر camp. Tourists like to camp near the sea in Sinai. Move to number 8. Tourists can space many activities in Hurghada. أيوه activities. بتاخد ايه activities؟ keep activities, make activities, take activities or do activities. ده expression على بعضيه. Do activities. You do activities. يعني انت بتعمل انشطة او تمارس انشطة. Do activities. في بعض الحاجات بتتحفظ منها ال expressions دي. Do activities. Number 9. Swimmers space sun cream when it is very sunny. Dress, drink, wear, catch. Sun cream يا جماعة اللي هو الكريم الواقي للشمس. طيب احنا مش بنتشرب طبعا drink، ولا بنلبس dress، ولا بنمسكه، ولكن طب وير دي يا مستر يعني يلبس. لكن هنا تيجي بمعنى بوت، يعني بوت يعني يضع. اللي بيعوموا او السباحين بيضعوا السان كريم when it is very sunny. وده اكسبريشن على بعضي، wear sun cream يعني يضع كريم واقي للشمس when it is very sunny، لما يكون الجو مشمس. Now move to number 10. The police space is in the new part of the city. Police center ولا police station ولا police stop ولا police house is in the new. Yes, this is another expression. The police station. Very good. The police station is in the new part of the city. 11. You space go outside. It is raining. It is raining. بما انها بتمطر. You haven't to go. You aren't to go. You should go. You shouldn't to go. طبعا بما ان مع raining ويذهب يبقى عايزين نفي. يبقى شوت ما تنفعش، وهابنت ما يجيش بعدها المصدر، وارنت ما يجيش بعدها المصدر مباشره كده. هي الوحيده اللي تنفع طبعا. يو شودنت جو اوتسايد، يعني يفضل او بنصحك انك ما تخرجش لانها ايه بتمطر بره. نمبر 12، هنا بقى كويشن بيبدا بشود. شود وي سبيس مستر خالد تومورو؟ ايوه شود ديت بيجي بعدها ايه؟ كل الاوكسيلاريز، كل الافعال الناقصه اللي هي كان وكود وشال وشود والوود ومي ومايت ومست واوتو، كل الافعال ديت بيجي بعدها برافو عليك المصدر. يعني ايه المصدر؟ يعني الفعل في التصريف الاول وبدون اي اضافات. يبقى شود وي ميت ما تنفعش، لا ميت ولا ميتنج ولا ويل ميت. واحد يقول لي يا مستر ده في تمور اهي، انا ممكن اختار ويل ميت. ما ينفعش اقول شود وي ويل ميت، ما ينفعش. شود وي ويل، شود ويل مع بعض يجوا كده، ما ينفعش طبعا خالص. طبعا هي should we meet Mr. خالد tomorrow.
يعني الكي ووردز ديت احيانا بتبقى تريكي. نمبر 13، what should I space to lose weight؟ what should again ها the same idea، نفس الفكره. what should I should be followed by the infinitive. what should I do؟ should يجي بعدها المصدر، لا ينفع does ولا done ولا doing. what should I do to lose weight؟ وعارفين كلمه lose weight يعني يخس، وعكسها gain 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 weight يعني يزداد في الوزن او يعني يزيد في الوزن. what should I do to lose weight. number 14، space I wait for the rain to stop. are I wait؟ هنا العكس بقى، هنا المصدر موجود بعد ايه، بعد الفاعل I، لازم اختار option من الاختيارات ديت يكون بعديه المصدر. are لا، are بعدها التصريف الثالث او الفعل في الاي ان جي، وهاف بعدها التصريف الثالث، وام بعدها الفعل في الاي ان جي. امال ايه بقى؟ برافو عليك، الاختيار الاخير. should I wait for the rain to stop؟ should I wait for the rain to stop. now move to number 15، it is dangerous space too far from the boat. It is dangerous. Swim, swim, to swim, swam. ده expression يا جماعة، التعبير ده على بعضه بقى. It is dangerous، بعدها to والمصدر. It is dangerous to swim. It is dangerous to smoke. It is dangerous not to study. يبقى دايما it is dangerous بيجي بعدها to والمصدر، أو not to والمصدر. It is dangerous، من الخطر إنك تعوم بعيد طبعا. يبقى it is dangerous to swim. Move to number 16. I advise you space hard for the final exam. I advise you. But the expression I advise you should be followed by excellent to plus infinitive. I am fashion rule. I advise you study or studied. I advise you to study. I advise you to sleep early. I advise you to wake up early. I advise you to eat well. I advise you to study hard for the final exam. والفاينل اكزام يعني الاختبار النهائي طبعا. next number 17، it's better space علي. it is better space علي to come early. it is better to علي or for علي or with علي. it is on it is better on علي. برضو ده expression، it is better for علي. Oh, it is good for you. It is better for you. It is better for Ali to come early. It is good for you to get up early. It is good for you to study. It is better for you to study. ده برضو ايه expressions. يبقى احنا خدنا كام تعبير مع بعض هنا، يعني قلنا I advise you to study. It is dangerous to swim. It is better for someone to do something. It is better for Ali to come early. Move to number 18. If I space you, I wouldn't drink water from the canal. I wouldn't. If I space you, I wouldn't. If I space you, I wouldn't. Yes, برافو عليك. The if، الحالة الثانية، second conditional، اللي أنا بستخدمها في النصيحة. هي الحالة الثانية وأنا بستخدمها في النصيحة، اللي if I excellent، if I were you، ما ينفعش if I am you، if I have you، if I are you. طبعا ار ما تنفعش اصلا، وفي الحاله ديت الحاله الثانيه wouldn't، وديت زي ما قلت if I were you I would or if I were you I wouldn't. ديت احد تعبيرات النصيحه اللي هي بتدرس في يونت 1، اللي هي طبعا السيتويشن بتاعتها. move to number 19، Alexandria is popular space its beautiful beaches. again this is prepositions. the adjective popular takes the preposition what؟ popular with or popular for، popular of، popular at. yes excellent popular with، يعني popular with مشهورة به، يعني اسكندرية مشهورة بالايه؟ بال beautiful beaches، الشواطئ الجميلة. so Alexandria is popular with its beautiful beaches. the last one، it is a space for you to have a rest. again it is bad for you to have a rest. يعني have a rest؟ هنا الميننج have a rest، هو طبعا it is بعدها adjective تعبير وخدناه فوق زي ما قلنا it is good for you it is better.
لكن هنا it is space for you to have a rest. Have a rest يستريح. Bad? No. Is it inadvisable? Inadvisable يعني غير منصوح به. لا ما نقدرش أقول لك من غير المنصوح أنك تستريح. It is necessary. It is sorry. هم كلهم صفات. والاعتماد هنا على المعنى في الاختيار يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى it is necessary for you to have a rest. وبرضو زي ما قلت لكم احنا كده ايه خلصنا الامتحان، هدوس على ارسال او سبميت، هيروح خلاص يوصلني انا الامتحان عندي انا هنا. عايز تشوف درجتك تضغط على فيو سكور، هتلاقي كمان الدرجة 20 من 20، وهنا هتلاقي لينك اليوتيوب اللي عليه تسجيل الحلقة دي والشروحات التانية، واللي انصحكم بالاشتراك فيها عشان خاطر كل جديد يوصلك سواء في مجال اللغة الإنجليزية أو مجال الكمبيوتر والتكنولوجيا أو في مجالات أخرى. شكرا لكم وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة.